الغرابة في عالم الحشرات. خلق الله كل شيء وأبدع فيه، وبالتأكيد كان للحشرات نصيب في هذا الإبداع. اليوم سأعرض عليكم بعضا من هذا الإبداع وسأبدأ به. أغرب 10 حشرات. في المركز العاشر هي ميبراسايت، تدعى كذلك بالحشرة الغول. في المركز التاسع هي سبازمي باتون، وهي حشرة مذهلة تشبه غصن الشجر. في المركز الثامن العلقة اليابانية، هي كغيرها من العلقات لكنها تتميز بكبر حجمها. في المركز السابع هي ويتا جيان، تعيش في نيوزيلندا وتعتبر من أضخم وأثقل الحشرات في العالم. في المركز السادس البقول القاتل، إذ أنه يقوم بتقبيل جلدك من أجل امتصاص الدم وإلقاء فيه طفل صغير جدا، يسبب الآلاف من الوفيات سنويا. في المركز الخامس هي خرفساء الفيل، المذهل فيها هو عند طيرانها تصدر صوت كالهليكوبتر. المركز الرابع هي تشاينيا البرامن، وهي يرقة تتمتع بنظام حماية خاص ومعقد جدا. المركز الثالث هي فرس النبي، وهي كبيرة جدا، هنالك العديد من الأنواع لكن هذا النوع مخيف بالنسبة لبعض الأشخاص ومذهل بالنسبة لمعظم من يحب الطبيعة والكائنات الحية الأخرى. المركز الثاني خلفساء بير، أول من التقط صورة لهذه الحشرة كان دارلين مارس، فإذا رأيت ظهر هذه الحشرة الغريبة وجدته يشبه شكل وجه الإنسان، سبحان الله. المركز الأول هي هيرمايني بلانشي، نجدها عادة في أوروبا وآسيا وهي فائقة الجمال. بعضها مضحك وبعضها مخيف. وننتقل الآن إلى موضوع جديد، الإبداع في الأشكال. ما شاء البديع. ننتقل الآن إلى الإبداع في تشكيل الوجه. رؤية بخاصية 360 درجة. ذكرني بي الكولونيل. وين الوجه بالضبط؟ الآن أغرب 5 معلومات عن الحشرات. خامسا توجد ظاهرة الاستعباد في مملكة الحشرات. رابعا أقصر كائن حي في العمر هو ذباب ما، حيث يتراوح عمره من 30 دقيقة إلى 24 ساعة. ثالثا هنالك العديد من الحشرات تمتلك حاسة الشم دون وجود أنف. ثانيا النحلة الضخمة الطنجانة يمكنها التحليق على ارتفاعات تزيد على ارتفاع قمة جبل إيفرست بالرغم أنها تبدو غير رشيقة. في المركز الأول يمكن للبعوض أن يصاب بالفشل الكلوي،